أهلا بكم مجددا دائما للفعاليات الدورة 19 لمهرجان موازين إيقاعات العالم المنظمة برعاية كامية بصاحب الجلالة الملك محمد السادس نسأل الله. سعداء باستقبال اليوم الثامن البوب ستار والنجم اللبناني المغربي رامي عياش. تشرف. شايفيني طيب أنا مش أهلا وسهلا فيكم. شكرا. ميرسي على الاستضافة الحلوة. إن شاء الله موازين إن شاء الله المغرب أولاً وبعدين موازين وكل المهرجانات تكون دائماً بنجاح واستمرار دائم. إن شاء الله المغرب دائماً بسلام دائم بقيادة عليا. بتمنى لكم كل التوفيق وإن شاء الله يا رب البلد بالأمن سالم وآمن وقلبه مفتوح لكل الفنانين وكل الناس العربية. مرحبا رامي عياش، سعداء باللقاء معك اليوم على هامش مهرجان موازين. عندي سؤالين، سؤال أول بخصوص حضورك اليوم في هذا المهرجان العالمي والقوي، ماذا تشكل هذه المحطة بالنسبة لك رامي؟ السؤال الثاني هو ما رأيك اليوم في برامج المواهب الغنائية؟ ونحن نعرف أنك مررت من هذه المحطة، اليوم عدد من المواهب لديها صوت قوي ولكن لا تجد الأضواء الكافية، فما هي نصيحتك اليوم لهذه المواهب؟ وأي جلسة؟ هناك برامج للمواهب؟ بالحق صح بالحق صراحة ما عندي علم بالبرامج الموجودة للهواة، ولكن أهم برامج للهواة هم الأهل. قبل البرامج أنا لو ما أهلي دعموني، أمي الله يرحمها كانت أكثر إنسانة آمنت بموهبتي ودعمتني وحبتني وخلت 80% من وقتها يكون مخصص لإلي. شكرا حبيبي. ما كنت نجحت، ما كنت وصلت، فأهم برنامج للموهبة هو الأهل بالأول. والسؤال الأول كان شو هو حبيبي؟ ماذا تشكل محطة موازين؟ طبعا تشكل لإلي أولا ذكرى كبيرة وذكريات أنا بمهرجان موازين وذكريات بالمغرب. أنا بحب هالبلد، بحبها لأني مش بس لأني استقبلت أحلى استقبال من الشعب المغربي، لأني بحس حالي أنتمي كمان لهذه البلد بكل قلب ورب وصدق. كمان هيك من أكثر من 20 سنة عندي محطات التجارية والإنسانية والوجودية بالمغرب، فبعتقد هذا مهرجان كبير. أتمنى لكثير بلدان عربية يكون عندها مهرجان مصر. رامي أهلا وسهلا، عسلامة ومرحبا بيك. مرحبا. غازي خليل ميدان تجاري في قدوس. شكرا على المساعدة. يعيش وديما تقرح هو معك، يعني حتى لو تقول في تونس كيف ما بدي كاس في عيد ميلادي من عندك في الفيديو حبيبي فكرتها. ان شاء الله كل سنه بخير. يعيش ونقعد نحبوك رامي. برشا برشا تسلم حبيبي. هما زوز سؤالات. السؤال الاول، مازلت كي نزلت اغنية سوي بالعربي نعرف اللي في perhaps عملت تيتل للأغنية. بالعكس سوي ما نزلتش تيتل معه، وهي من كلماتك قلت لك تلقى تيتل سهلك ما نزلتش فيها تيتل. هو شو يعني عنوان تيتل عنوان الأغنية يعني سوي بالعربي. سوي بالعربي يعني ما اخترت لها عنوان عربي، يعني سوي بالعربي بس. اوكي عشان نحن حافظينها كل سوي سوي. وبالعكس اللي عمل الأغنية بوقتها يعني أنا دعماً لإله غنيتها كان هو مسميها بالعكس، ولكن أنا سوي لأنه إذا بتتذكر when the rhythm هيك ببلش. أنا عملت when ما بدك يا تركت أول كلمة بس عرفت when ما بدك يا يروح فتركت سوي لأنه نحن هيك حافظينها بس يعني. أي سوي أحياناً أنت كنت غنية، حكينا على ظروف كتابة غنية. أنا هالغنية كتبتها من أنا وصغير وكان حلمي إني أغنيها بالعربي بصراحة.
بس لقيت الكلمات يلي مع انه عديتها على شعراء كثير بصراحه بس ما اقتنعت. بالصدفه طلع معي كلام كملته وطلعت قوي. حلو طلعت حلو. السؤال الثاني نعرف اللي راح نخليها بليل ان شاء الله. نعرف رامي ديما حتى في المنشورات اللي عنده ولا حتى يعني في مواقع التواصل الاجتماعي حريص على انه يعني تشوفوا نجاح العلاقه الزوجيه مع مدام يعني دليدا. نحب هكا تعطي شويه نصائح للمتزوجين ليحافظوا على العلاقه الزوجيه وربي يخليها لك يا حبيبي يخلي عليكم. انا اقل من اني اعطي نصائح يعني شو بتمنى انه خسروا عني بس كل اللي فيه يقول انه اعتقد يعني النجاح دائما يبدو بالتفاهم بكل شيء في الحياه يعني حتى بالبارتنرشيب اذا عندك شريك لشغلك يكمن بالتفاهم، إذا عندك أخ يكمن بالتفاهم، إذا عندك فريق يكمن بالتفاهم، أعتقد هذا هو المفتاح الأساسي لنجاح أي علاقة بالحياة. شكرا شكرا. السلام عليكم. أهلا وسهلا. أهلا بك عاصم سليمان من الأخبار المصرية. خلاص. تشرفت بك قبل كده مع وزير من قطر أنا خبير أعمال الناس يعني أنا معجب بأدائك بتكوينك الفني الطرب الجميل. سؤالي هو مش هسألك ولا الأخبار الفنية نتعلم منكم. العفو حبيبي العفو هناك كبير وحدة اللي نسعى للتعلم منه. سؤالي غريب شوية لكنه له علاقة بك وبالفن. أنا أدري أنك لك مواقف إنسانية رهيبة وجميلة ولك إبداعات إنسانية على مستوى الوطن العربي. ماذا عن أخبارك في هذا الشأن؟ انت عارف طبعا انا قصدي طبعا اكيد تسمع ماليش يعني بسم الله ما شاء الله يعني نادرا ما بيلاقي فنان على المستوى الانساني بهذا الشكل الذي يجب عن رامي عيد. شكرا. اللي الشرف ان يكون اعتقد الفنان الوحيد عربيا يلي يملك جمعيه عياش الطفوله يلي تهتم بتعليم اكثر من 2000 طفل في لبنان فقط 2000 طفل بالتعليم المجاني. فنحن كل المدخول المالي تبعنا بيروح على الجمعية ما بناخذ تبرعات من أحد. فهذا شيء فخور أنا فيه من زمان يعني من أكثر من 20 سنة فخور جدا فيه. والشيء الجميل اللي حصل إنه فتحت الفرع الأول في المغرب. أول فرع فتحته لعياش الطفولة كان في المغرب وهذا شيء بيشرفني. وبعدين انتقلت على لبنان ومن بعد لبنان إن شاء الله مصر إذا الله راد وبعدين التنفيذ. فأنا هذا الشيء بصراحة عايش كرماله ولا أعتقد إني ممكن أعطيك إحساس أوصفه بإنه شخص يكون عنده جمعية خيرية. إذا عن جد بحب عمل الخير هذا شعور لا يوصف. مع كل تقديري لله سبحانه وتعالى اللي أعطاني موهبة الفن والغناء بس لا شيء يضاهي موضوع عياش الطفولة. شكرا. بالمناسبة إذا تسمح لي أنا بكرة مكرم من المركز الوطني محمد السادس للمعاقين في ومن واجبي إني ضوي على موضوع مهم جدا للطفلة أسماء عمرها 5 سنوات تعاني من ورم في الفم ومصابة بالتوحد. العملية لا تتوفر داخل المغرب للأسف. فأنا مش عم بحكي لأنه عم بدعي لجمع تبرعات، انا عم بحكي لضوي ارجوكم الاعلام المغربي يضوي بس على هالحاله لانه اذا ما سرعنا بنتيجه لها ممكن نفقدها للطفل اسماء. فاتمنى انكم تضوي على الموضوع بمقالاتكم اذا بتريدوا. هذه الانسانيه الفنان نجم رامي عياش. شكرا. انت اصلا مش بعيد ابدا انت عندك جمعيه اسمها فور مروكو وانا يعني انا بتشرف اني ساهم معك دائما وانت من الايادي الكبيره في مجال التواجد. وعلاقتي مع رامي منذ 15 سنة. ايه لما كان عمره سنتين. علاء. السلام عليكم. اهلا وسهلا. مرحبا بك. معك علاء صحفي مخرج مكتبي. فرحان اني شاركت اليوم بكلامك. ان شاء الله تسمعك عادي. يا رب يعمل له صوته بس. فرحان لإطلاقك على فعاليات مهرجان موازين إيقاعات العالم. أول حاجة كنحيي فيك الجانب الإنساني
لأنه حتى نعرفوك ما شاء الله فاعل في مجال الجمعوي بشكل كبير في الوليد نعيش في طفولة منذ سنوات وأنا سبق وحضرت مجموعة من التظاهرات اللي كتير بنتي وهذه حاجة مبخرة ونشكرك عليها إلى جانب أنك فنان اليوم أنا بغيت نخرج شوية على الإطار الفني متواجدك معنا كفنان ونشكرك على المجال الاستثمار كنعرفوك لأنها مفتت مدرسة المغرب ما شاء الله شركة كبيرة من المطاعم وفي مجال السياحة والمناطق واحدة من المطاعم اللي عندك في بيت الدار البيضاء تياترو ليبيا واحد المكان اللي تياترو ليبيا تياترو ليبيا فاسمح لي نقول لك انه مكان اللي كيحمل وكنا كنعرفوا على الاعلام ديالك زعما القيمه ديالو ما كتعيش فينا كبير بحالك زعما الهويه الزبانه الطريقه ديال التنظيم واش ما ركزتيش الزبانه لانه مثل هاد الامور ممكن تاثر على الاسم ديالك وانت عارفك انها كبيره يعني صعيب ربطوا الاسم ديالك بمكان بحال هذا وكنظن على انه رامي معنا اليوم باش يجاوبنا على كل شيء. شوف تياتر دو ليبون هي كان عندي انا ما بقيتش عن تياتر دو ليبون للاسف لانه زي ما حضرتك تفضلت واشكرك على اهتمامك فيها وعلى حرصك ليها وغيرك على اسمي شكرا بس انا خرجت من تياتر دو ليبون اول ما حسيت انه الشركاء حبوا انه تياتر دو ليبون يكون مش على المستوى الفني اللي انا بديته حابين ياخذوه لمحل ثاني انا يعني بكل حب قلت لهم هذا مكانكم تفضلوا تمنيت عليهم يغيروا الاسم ما غيروا الاسم فسبت لهم ومشيت انا بعمل استثمارات اخرى تليق بها وشكرا لك شكرا لك يعني ما ربطوش الاسم ديال رامي عياش لا لا هلا ما بدناش شكرا لك شكرا لك شكرا لك تقدر تمشي لا مساء الخير ولاء عمرون من جريده الجمهوريه مصر اهلا بيك بنقل لك تحيه الجريده الخاصه بيا ومهتمين جدا بالندوه بتاعتك لانهم بيحبوك لاسباب كتير جدا فنك رقم واحد وانسانيتك رقم اثنين لكن لازم اوصلت الرساله عايزه اسالك على الغناء الان وفكرة الإنتاج الألبومات اللي تقريبا الشركات كلها تراجعت بسبب قرصنة الإنترنت في فترة من الفترات وبعدين بدأ كل فنان ينتج لنفسه اللي هو السنجل فهل السنجل تعويضا عن الألبومات ولا أنت لازلت حريص على الاثنين إنه يبقى أنت يبقى ليك ألبوم كل فترة والسنجل من وقت للتاني ده حاجة سؤال تاني أنا جاوبك على هذا الأول قبل ما أنسى زي ما حصلت ثانية صراحة كل شيء له خطين في الحياة يعني سلبي وإيجابي الموضوع الإيجابي إنه كانت الناس تستمتع بموضوع الألبوم أكثر أعد لك الجواب لتصوري الموضوع الإيجابي إنه الناس كانت تستمتع بموضوع الألبوم أكثر لأنه كان في شركات إنتاج عظيمة تنتج ألبوم كامل للفنان هلا شح هذا الموضوع عند الإنتاج وشح حتى عند الفنان فأعتقد هون ببان قديش الفنان ذواق موسيقي مخضرم وبيعرف ذوق الناس وبيعرف شو بده يوصل الناس إذا عمل سنجل أغنية أغنية ساعتها بتعرف إذا هذا الفنان مش متكل على ألبوم كامل عشان تنجح أغنية بكل أغنية عم بيقدمها لازم يقدم سهر وتعب وفن واحترام للناس واحترام للسمع إذا ما كان بهالأغنية موجودين هون تعرف إنه الفنان ثاني حاجة الأغنية الشعبية رامي ما شاء الله عليك أنت مصنف كل الحاجات يعني المطرب الرومانسي موجود المطرب الشعبي كمان موجود فعايزة أعرف منك التجارب الجديدة ليك أنك تعمل دويتو مع حد المطربين الشعبيين سواء في المغرب أو في مصر أحمد عدوية طبعا أحمد عدوية الناس الرايقة الناس الرايقة كان لي الشرف طبعاً. فأنت بتميل أكتر لأنك تجدد طول الوقت ما يبقاش أنت خطك رومانسي فقط يعني في ناس بتبقى حابة أنا خطط طول الوقت شعبي وخط طول الوقت رومانسي أو درامي يعني. يعني زي اللي زودك في اللبس مش معقول أنا ألبس نفس اللبس طول الوقت يعني لازم الإنسان يتميز بذوقه الخلاق. يخلق دائما اجواء جديده حتى هو يفرح بنفسه شو عم بيقدم انا قدمت الاوبرا وقدمت الشعبي وقدمت البوب وقدمت الرومانس وقدمت البيت وقدمت الريف وقدمت التكنو
لاني بحب افرح بفني انا اني اقدر اغير، مش معناتها انه انا ما عندي هويه او انا عم بهرب من انه يكون عندي هويه، اسمك هو هويتك، بس الفن لازم تقديه متجدد. استاذ عمر في سؤال قبل ما احكي لسه بدري طلب الحبيب قبل الاخرين مثلا التوقيت موقع مدر 21 في حفله باريس اخترتي الصحراء المغربيه وجمهور جزائري في اعرض منهم مساهمه بغينا نبعد ما قلتي لنا الصحراء المغربيه بغينا تعريف على الواقع شكرا ممكن خوف من تعقل او انا بس في يعني او مهرجان فني يعني بس هيك بشكل عام ما حدا انسحب والحفله يعني كانت دائما لاخر اغنيه كلها الحمد لله كل الناس موجوده وفرحانه بالنهايه انا باول الحفل في باريس قلت كلمه جوهريه جدا قلت اتمنى على الوطن العربي كله انه يكون منفتح على بعضه لا انا اجي على المغرب بتاشيره ولا انت تروح على لبنان بتاشيره ولا اروح على مصر بتاشيره ولا مصر يجي لطالما في وطن عربي وعدونا فيه انه الوطن منفتح اتمنى ان نكون كلنا سواسيه وما يكون في سياسه بيننا صراحه. سؤال سؤال اخر تفضل اهلا سيد الوزناء تفضل اهلا يعني من 2000 انا يعني من مواليد الثمانينات مواليد الثمانينات ما شاء الله ما شاء الله عشت اغنيه في مرحله التسعينات يعني وبعدين جبت بعض الاغاني ما كتبتش من 2005 يعني الاحساس هذا هو الاحساس ديالي ان من 2005 ل 2006 كاين اغاني جميله ورائعه وهيت ولكن اغنيه ما علموش زي كده ما علموش زي ممكن مبروك مبروك يا حياة قلبي مبروك نزلت في 2006 يا حبيبي يا مسهر عيني نزلت في 2006 خليني معاك مجنون قصة حب كلهم نزلوا من بعد 2006 فأنا يعني بوافقك ومش كتير بوافقك كما قلت شخصية بشكل عام بشكل عام أصبحت المنافسة أكبر ستنا يعني أعتقد أنه أصبحت منافسة أكبر كرمال هيك الناس توسعت كثير باختياراتها وذوقها وما بقى قادرة تحصر ذوقها وسماعها مع حد معين صار في كثير منافسة كرمال هيك لما بتنجح أغنية بالوقت الحالي يعني ترفعي له الشابو لمين مكان نجحها بصراحة تنجح مش أسبوع أسبوعين تنجح طيب سؤال تفضل مساء النور عند العامي مرحبا فيك تسيحة مشدية صحة هي بوابة سيناء اليوم كل شيء جديد مهرجان يعود بعد انقطاع 4 سنوات بسبب جائحة كوفيد رامي يعود اليوم في جعبته الكثير من الأغاني الحلوة شكرا. التي سيمتع بها الجمهور بالنسبة لليوم في كل السهرات دائما مع رامي عياش يسافر بجمهوره يقدم جميع الانواع الطربيه يعني الطرب الرومانسيه يعني تسافر بالجمهور وتحلق به بعيدا في عالم الجمال والسحر الى اين والى اي مدى ستسافر بجمهورك اليوم في منصه النهضه مساله اخرى نجاوب على هيك والله شكلهم هم راح يسافروني معاهم اليوم بحبهم وباهتمامهم وب يعني ترحيبهم وانا كمان بدي نوه لشغلي انه السنه هذه يعني احيي التنظيم بصراحه يعني احيي التنظيم الرائع والراقي اللي يعني شفته تحيه للاستاذ فارسي والاستاذ جمال يعني عاملين شغل كثير حلو وبتمنى لهم كل النجاح والتوفيق فانا اذا طرت وسافرت تكون طرت وسافرت من التنظيم الحلو والمحبة الكبيرة طبعا ياسين اللي كل سنة بيكون موجود وحتى الاستقبال جماهيري بمطار محمد الخامس كان شيء الحمد لله أنا وكل الفنانين استقبلوا أحلى استقبال ودائما القلب مفتوح والصدر مفتوح في المغرب السؤال الثاني وبالنسبة للتجربة الدرامية
شفنا مسلسل أمير الليل، يعني تجربة رائعة جدا، يعني لا يمل من تكرارها، من تكرار المسلسل لا يمل منه. بغينا نشوفوا رامي في تجربة أخرى درامية تكون يعني بعيدة عن العنف، بعيدة عن المشاكل، خصوصا وأن الشعوب أصبحت يعني ملئت حتى التهمة من العنف ومما تعيشه من الناس، في حاجة إلى شيء يخرجنا من هذا، يعني يحلق بنا في بيوتنا. كان الشرف إنه شكرا على محبتك. أنا أستأذنك، اسمعني عفوا للمقاطعة، أو تكملة لسؤالها، تجربتك برضه الدرامية السينمائية مع صبر غطاس ليه ما كررتهاش؟ المرة مصري كنت يحكي عن مصري. لا أنا بكلم عن الفيلم ده، أنا كنت فيه أصلا. والله حبيبي بصراحة كان لي الشرف بإعادة التجربة بعد أمير الليل. عملت أنا ونديم الجيم وأستاذ قصي الخولي مسلسل اسمه 2020، طلعت فيه الشرف. وعملت أنا وسيرين عبد النور مسلسل اسمه العين بالعين، برضه على شاهد 15 حلقة، وكان نجاحه باهر لإلنا كلنا بصراحة، وكان لي الشرف بهذا الموضوع. هذا بده وقت كبير، بده كثير وقت، بده تخلي عن كثير امور. لما بلاقي الوقت ما بكون عم بقصر. وبخصوص الفيلم المصري اللي عملته مع استاذ صفوت، كانت تجربه رائعه بصراحه، رائعه. يمكن الوقت اللي نزل فيه ما كان مناسب جدا، كان في مشاكل عربيه كثير كبيره عم بتصير وما كانت الناس مرتاحه. لحتى تعرفوا انه الفن بيتاثر عليه كثير كمان من كثير. اتمنى السلام للجميع والسلام لكل الاوطان والوطن العربي بشكل عام، لكل البلدان العربيه، ويتوحدوا سوا مع بعض بصراحه. رامي كنت من اوائل الفنانين اللي ساعدوا رئاسة الغناء باللباس الابيض، شو ممكن تكون اظهار الفن؟ شوف هو يعني اكثر شيء متوفر عندي في البيت الابيض الابيض، فان شاء الله اليوم تكون اطلالتنا حمامة سلام ان شاء الله لكل الوطن العربي. اجي لاحظ صوره معك بقى لما بتشرف التوفيق على رامي عياش نجم منصه النهضه مساء اليوم. شكرا لكم، شكرا لكم، تشبيه بكرم المشاهده في نبت مباشر اخر.